هذا السائل يقول في الحديث يا شيخ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اشرحوا لي هذا الحديث، وهل لا بد من النية في الأعمال؟ نعم، هذا الحديث يدل على أن العمل لا يصح إلا بالنية، لا يصح إلا بالنية، أي اعتبار الأعمال وصحة الأعمال بالنيات، فعمل بدون نية لا يقبله الله سبحانه وتعالى. نعم.